أهلا بكم يا برج الحوت في القراءة العامة لشهر مايو 2019، قراءة عن العمل والصحة والعاطفة. أتمنى طبعا إن هي تعجبكم. طبعا الأول مرة يشوف الفيديو يا ريت يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. طبعا دي قراءة عامة، مش شرط إن هي تنطبق على كل الناس، قد تنطبق بنسبة 100%، 50%، أو ممكن ما تنطبقش خالص. شكلك زعلان يا برج الحوت، خلينا نشوف. ده انت وده الحبيب، وضعك في العمل، وضعك في الصحة والنصيحة. انت زعلان. خلينا نوضح الكروت. انت قررت ان انت تسيب الحبيب يا برج الحوت. انت اللي قررت ان انت تسيبه، يعني انت بتتأمل وبتحاول انه انت تسيب امورك على ربنا، بتحاول ان انت تهتم بشغلك اكتر. يعني انا شايفك عندك وفرة من الفلوس، فقد يكون برضو الحبيب هو اللي سابك. يعني انا شايفكم ان انتوا الاتنين مفترقين، ما بتكلموش بعض، وانت مركز في شغلك جدا ومعاك فلوس، بتتأمل يعني سايب أمورك على ربنا. أما الحبيب فهو مجروح جدا وعنده حماس لبداية جديدة، هو كمان عاوز يحقق نجاح وانتصار في شغله، أو عايز ينتصر عليك. يعني هو جايز يكون عنده حماس إن هو ينتقم منك، لأن أنا شايف إن أنت اللي سبته ومشيت بصراحة، فده اللي ظاهر عندي في الوضع العاطفي. أما بالنسبة للشغل فأنا شايفك تعبان جدا، شكلك اتأذيت، حد طعنك في ظهرك، حد أذاك. جايز يكون الحد ده أذاك وانت عارف ان هو أذاك، وبكل سذاجة اديت له فرصة تانية وسمحت له ان هو يأذيك مرة كمان. يعني جايز تكون انت سامحته وبعد ما سامحته رجع أذاك تاني. فانت دلوقتي بتحاول ان انت تحقق التوازن في شغلك وتظبط امورك، وابتديت ان انت تتعلم من خطأك، وفي نفس الوقت انت معاك فلوس على فكرة. يعني الشغل ده مريحك ماديا، انت معاك فلوس وبتوزع كمان على الناس، يعني ربنا فتحها عليك. ده بالنسبة للشغل. اما بالنسبة لوضعك الصحي فانت صحتك ممتازة وكويسة جدا، ما فيهاش أي مشكلة. النصيحة بقى بتقول لك إنه أنت طبعا بالنسبة للعلاقة، أنت اخرج وتفسح وافرح وشارك فرحتك مع صحابك وسافر وافرح مع الناس اللي أنت بتحبهم. أما بالنسبة لخسارتك في الشغل فأنت حاول تتعلم من أخطائك اللي فاتت وتبص لنص الكوباية المليان وتبص لقدام. وفي حب كبير قوي جاي لك يعني، فأنت خليك متفائل سواء في الشغل أو من الناحية العاطفية، وكل الخير هيجي لك إن شاء الله. طبعا دي كانت قراءة سريعة يا برج الحوت، أتمنى إن هي تنطبق عليكم. قولولي هي انطبقت عليكم ولا لأ، ولو انطبقت بنسبة قد إيه. يا ريت تتواصلوا معايا على وسائل التواصل الموجودة تحت الفيديو، الفيسبوك بيج والواتساب والإنستجرام. لو في كمان أي أسئلة حابين إن انتوا تسألوها لي، يا ريت تتواصلوا على وسائل التواصل دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. متشكر جدا ليكم يا برج الحوت.